بك بخاتنا القرآن ستاوى خوا بك بخاتنا القرآن بارسة بارسة كراوى خوا عزتك ومسلمانا بجيروى خوا سوند بيني بيام ورسالة كت بارسة بارسة دكن كتب الرسول يشي أمين دا إنه لقول رسول أمين ذي قوة متين بپیغمبری آسمانەکان تا ڕەوانت کردووە خوایە خوایە هەر کەسێ ئەو قورئانەی بێن قەزوالێ کردووە خوایە خوایە پارچە پارچەی کەی خوایە زەلیلی کەی خوایە زەبوونی کەی کەڕامەتی بشکێنی خوایە هەر کەسێ دڵسۆزیە و دینەتە عەزیزی کەی خوایە هەر کەسێ دڵسۆزیە و دینەتە عەزیزی کەی خوایە حوکم بۆ مسلمانان بگێڕیەوە خواه مسلمان رزگار که لنا راحتی خواه که دبینی چون برین دار من دکن که چون دل من پرخین دکن که چون دبینی مستضعفین یا جبار یا الله یا الله خواه خواه نما مرین حتی و قرآن بعزیزی دبینی نوا خواه شیفای نخوش من دی جیرایی مسلمانان آزاد کی خواه اون خوشی مسلمانانی که استا تاوری دعان خواه بخاطی قرآن خواه شفایان دی یا ربی خواه هر کسی لنا راحتی دا رزگاری کی هر کسی دل سوزی قرآن خواه تو پشتی بگری سری خی خواه هر کسی دی او امن و امان تمان لی تیگ داو فیت نبنی تو خواه پشتی بسجینی لنا ای بری رسوه کی يا ربي خواه بخاطري ناوي جوان واسمي عظمت خوايا نما امريني تا حاكميتي وقرآن دبيني خوايا بم كيب قرباني قرآنك خوايا يا ربي خواه بما كيب قرباني قرآنك يا ربي خوايا لقل في غنبران وفي أوساكان وحفاظي